أيمن، موضوعنا اللي الحين في الفقرة هذه سلمان، موضوع يمكن احنا دائما تعودنا على عمليات التكميم، وصارت الحين بشكل واضح موجودة، خصوصا ان السمنة المفرطة زادت عندنا في المجتمع، لكن على الرغم من نجاح هذه العمليات لا تزال النتائج بعض المرات تكون واضحة للبعض، لكن في محتاجين احنا وعي، ونوعي الناس ان الإجراءات ما بعد العملية هي المهمة. طيب علشان نعرف أكثر عن اللي يصير من بعد هذه العمليات، سواء كانت العلامات اللي تبين عليهم أو اللي يبين شكله كنا مريض واللي يقولون هزال، وشلون يحافظ حق الناس اللي سوت هذه العمليات، شلون يحافظ على وزنه من بعد العملية، وشنو أسلوب التغذية الأمثل علشان يبقى في صحة جيدة. علشان نتكلم عن هذا الموضوع نرحب معنا في الدكتورة وفاء شعبان، ممارس عام أول في ورئيسة عيادة التغذية الطبية بوزارة الصحة. صباحك رب الخير. صباح النور، مشكورين وايد على الاستضافة اليوم، وأنا مستعدة حق أي سؤال عندكم، تفضلوا. يعني دكتورة وفاء، إحنا دائما أكيد الحين ما يخلي كل بيت من شخص أو أكثر من شخص مسوي عملية تكميم، ودائما الناس تظن أن بس تسوي عملية تكميم غدا شرك وانتهى الموضوع، لكن ينصدم بعدين أن في مشوار طويل عقب عملية التكميم هو يمكن ما يدري عنها حتى كمريض. فعلا في هذا الإجراء بعد العملية؟ طبعا كلامش صحيح، في مشوار، في يعني طبعا تتعرفين بعد عملية التكميم المريض لازم يتبع نظام غذائي خاص عشان يتجنب المضاعفات وعشان نحصل على النتائج المطلوبة. أنا دائما أقول حق يعني أقول حق المرضى اللي عندي في العيادة، في فريقين، في فريق يتبع التعليمات ما قبل العملية وبعد العملية، ودائما هذا الفريق اللي تكون نتائجه يعني مبهرة، أنا أسميهم الفريق الناجح. في فريق ثاني ما يتبع التعليمات قبل العملية وبعد العملية، فبالتالي يعني نواجه صعوبات، صعوبة في نزول الوزن أو مثلا مضاعفات، أو صعوبة في نزول الوزن حتى بعد التكميم؟ حتى بعد التكميم يكون في صعوبة في نزول الوزن، وبعدين عندنا مشكلة اسمها زيادة الوزن أو إعادة يعني أو الوزن السابق، الوزن السابق، أو نقول مثلا أنا أعطيك مثال، مثلا مريض يجري واحدة من عملية جراحات السمنة، ينزل 40 كيلو جرام، إنزين 40 كيلو جرام أو 50 كيلو جرام هذا وزن كبير، هذا ممكن يكون 60% من وزنه أو 50% من وزنه، صح؟ ممكن. بعدين بعد السنة يرد المريض يصعد مرة ثانية 20-25 كيلو، إنزين شو سوينا؟ ما سوينا، صح؟ سوينا شيء 15-20 كيلو الفرق، يعني كأنه سوى شنو؟ تغيير نمط حياة ونظام غذائي ورياضة. نعم. ما سوى العملية أو ما حقق، إحنا نقول ما حقق نتائج العملية المرغوبة. نعم. طيب دكتورة، يعني هل صحيح أن مثلا اللي سوى عملية التكميم في نوعية، في نوعين من الناس قبل لا يسوون عملية التكميم، في اللي خايف من عملية التكميم وفي اللي بيسويها عشان يبي يضعف ويفتك، يعني هو خايف بس يسويها علشان على قولتهم يبي يضعف ويفتك. إنزين، هالنوعين ينتقلون إلى نوعين آخرين، اللي هو يصير زيادة حرص إنه هو ما يبي يأكل عشان يكمل ضعف، وفي اللي لا يأكل على أساس إنه هو مسوي تكميم وراح يظل يضعف، اللي عينه تأكل، اللي من أول هو يحب الأكل، هم ينطبقون تحت نفس النمط اللي أنت قلتي إنهم أثنيناتهم هم بعد راح يبدون. طبعا يعني بعد العملية في يعني طبعا الكمية راح تصير وايد أقل، لأن تم استئصال ما يقارب 80% من المعدة. مثلا أعطيكم مثال التكميم، 80% من المعدة، والمعدة شكلها كأنها موزة، صارت كأنها بشكل الموزة، صح؟ فكمية الأكل أو مقدار الأكل أو الأطعمة اللي بتدخل المعدة راح تكون وايد أقل. فالمريض يعني كذي ولا كذي راح تقل كمية الأكل، يعني تصير معدته معدة ياهل تقريبا، نقدر نقول تقريبا. ولكن كمية الأكل هنا يعني نوعية الأكل تلعب دور. نوعية الأكل لازم المريض يكون يعني على وعي تام شنو نوع الأكل اللي أنا أقدر الحين أكله أو اللي مفروض أني أكله، صح؟ عشان أستفيد منه من ناحية الفيتامينات والمعادن. خصوصا يمكن سلمان صح كلامك، أنت ذكرت يعني مثال حلو أن الشخص لما يكون overweight وزنه زايد خلاص تعود على كمية معينة عشان يشبع، فلما يسوي عملية التكميم ينصدم أنه يحس أنه لا أبي أكمل أكل، لكن قاعد يضر نفسه وقاعد يتعب. هني دور منو المفروض يكون دكتور وفاء؟ الدكتور اللي سوى عملية التكميم، أم لازم يلجأ لمختص نفسي بحيث إنه يعود على ميتاليتي جديد؟ هو كان ميتاليتي شخص سمين، الحين تحول إلى شخص ثاني، صحيح؟ دور منو الحين ينبه المريض؟ أي طبعًا، طبعًا هذا يعني هذا سؤال جيد جدًا. يعني إحنا دائمًا كنا نعالج المرضى بروح الفريق الطبي، هو أساسًا فريق طبي.
المفروض انه يكون مكون من مجموعه اطباء وبالاضافه الى مثلا انا اعطيك مثال لو نفرض ان احنا السيتنج مال امريكا او مال كندا ممكن يكون اخصائي نفسي نعم اخصائي او اخصائي تمارين رياضيه مثل نقول ممكن ان في اخصائي علمه شلون ينام عدد ساعي عدد كافي من الساعات ممكن يكون اخصائي علمه شلون يشيل الاثقال بطريقه معينه بالاضافه الى طبيب الباطنيه او طبيب الغدد اذا كان عنده مثلا امراض يعني غدد او سكر او طبيب السكر وطبعا الجراح دوره وايد كبير واخصائي التغذيه هذا ما يصير بتشيك ان تشيك اوت هذا شيء وايد اكو تشيك ان تشيك اوت هالايام اكو فنادق صح يدش على طول يسوي العمليه وراها بشوي وخلاص يطلع ويمكن يطلع ويبدي يمارس حياته اللي هو على اساس انه ماكو شيء ماكو لا طبعا في سلوكيات جديده لازم يتبناها المريض في نمط حياه جديد لازم يتبناه المريض واحنا نحرص ان المريض يكون مستوعب انا دائما مثلا اقول حق مرضاي يعني ممكن احنا انا ما عندي الحين الفريق المتكامل الفريق الطبي دائما حرصا ممكن لو سمحتوا تقرون شويه عن العمليه اكثر نعطيهم بروشورات احنا عندنا بروشورات وكذي لكن انا ابيهم يقرون اكثر صح ومن الناحيه النفسيه افضل انه يكون عندنا نوعا ما سيستم معين انه يسوي لنا فلتر منو يصلح للعمليه ومنو قد لا يصلح للعمليه لان في تحديات تواجه المريض بعد العمليه تحديات نفسيه مثل شنو ممكن تكون تحديات يعني نفسيه يعني ممكن انه يتعب المريض مثلا يشوف الاكل خرب عليه قبل العمليه بشويه تفضل هو ما سوى العمليه الا بسبب ضغوطات نفسيه صحيح اذا كل شيء بيترتب عليه ضغوطات نفسيه متى راح توقف الضغوطات النفسيه سوى الحين عمليه التكميم بعدين انزين طبعا هذه في ناس متخصصه فيما قبل العمليه وبعد العمليه ممكن تكون مثلا جروب ثيرابي احنا نقول مثلا جروبات معينه او استشارات معينه جلسات بسيطه وخلاص المريض ممكن بعدين يتعافى تماما يعني يتخلص يعرف شلون يتعامل مع الضغوطات النفسيه احنا الحين احنا قاعد نشوف الـ يعني او شفنا لقطات من اللي هو العمليه نفسها صح اللي هي عمليه التكميم طيب شنو تحسين مثلا انواع المرضى اللي 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 اللي, اللي واجهتيهم اللي سووا عمليه التكميم اللي متن واللي ظل مثل ما هو منو شنو سلوكهم اللي تغير من ناحيه الاكل في ناس انا اللي شفتهم يهوس بالكويتي يهوس بالحلو يروح بالحلو صح. هذا الشيء عشان الدوخه لان يقول لك انا ادوخ فابي ابي شجر لا صح هذا في ناس اي طبعا احنا دائما ننصح المرضى ونقول لهم يعني مشكله اعاده الوزن او زياده الوزن لما ترجع مره ثانيه عندهم خصوصا هذه بعد سنه لما اشوف المرضى واكلمهم اقول لهم مثلا شنو الاكل اللي اكلتوه مثلا اعطوني for the past نقول 24 hours شنو أكلته نكتشف أن المريض شنو كان يأكل مثل ما ذكرته حلو حلويات الحلويات والسكريات أنا شايفتها أن واحدة من يعني المسببات زيادة الوزن مرة ثانية فإذا كان المريض يأكل شغلات دسمة عالية في الدهون وعالية في السكريات خصوصا الحلويات والمقالي إذا كل المريض هذه النوعية من الأكل وايد سهل أنه يرجع وزنه مرة ثانية يعني اللي يرجعون دائما ويكسبون الوزن بعد ما يسوون العمليه مثل ما تفضلت الدكتور وفاء بعد سنه دائما احط لهم يقول لك الدكتور ما اعرف اسوي العمليه عدل اكيد ما قص معدتي عدل لاني كاني انا رديت مره ثانيه زدت فهذه الثقافه او خلينا نقول نسبه ان الشخص يرد مره ثانيه وزنه حكم خبرتكم دكتور ايش كثر يعني عندكم برسنتج انه مثلا من بين كل 10 اشخاص كم واحد ممكن صدق يرجع وزنه مره ثانيه السابق طبعا هذا الموضوع الان يعني تحت الدراسة احنا لأن عندنا مثلا نتابع أحدث الدراسات اللي موجودة في العالم يعني في العالم ليش شنو هي الأسباب وشنو البرسنتجز كل يوم قاعد تتغير فالموضوع إلى الآن قاعد نبحثه قاعد نبحث كل شيء قاعد نبحث شنو قاعد يصير بالضبط بالأمعاء شنو قاعد يصير في هرمونات الشبع وهرمونات الجوع هرمونات اللي تخلي المريض يرجع ياكل مره ثانيه او يصير عنده مثلا نقول كريفنج حق السكريات كريفنج حق الدهون مره ثانيه هو سيستم كامل ايكو سيستم كامل عايش داخلنا فاحنا قاعد نطالع وين الغلط شنو السبب بالضبط والموضوع الى الان تحت الدراسه دكتوره ما تلاحظين ان هذا السبب شنو السبب والعين
طبعا الـ يعني الجانب السايكولوجي والجانب النفسي يلعب دور كبير. بس يعني انا يمكن سلمان هذا مو تخصصنا, بس انا دائما في بالي انه بدام هو تكميم انقصت المعده, يعني هو انت قادرين 80% الدكتوره وفاء, زين شلون هو قادر ياكل؟ يعني هل يعني سبحان الله هو من الجسم ممكن الجزء المتبقي بالمعده يتوسع او شلون؟ انا قلت شغله, انت الحين مثلا انا اعطيك مثال, مريم قدر ياكل خمس لقم, اوكي خمسه بالضبط. اختيار الاكل او نوعيه الاكل تاثر وايد على الخلايا الحسيه اللي في المعده, الهرمونات اللي تطلع, والهرمونات اللي تبني هم اللي تبني الخلايا الدهنيه اللي بالجسم. نعم. تخيلي اذا انا اكل شغلات مثلا نقول فيها نسبه دهون عاليه مقليه او فيها نسبه سكريات عاليه, هذه يعني بسهوله تحفز الهرمونات اللي احنا ما نبيها تكون بنسبه عاليه, فبالتالي صار بسرعه زياده وزن. واحنا قاعد نطالع في عندنا يعني الاف من البكتيريا تعيش داخل امعائنا, تعيش داخل الجزء المتبقي من المعده والامعاء, خصوصا الجزء الاول من الامعاء. اذا هذه البكتيريا ما كانت في حاله سكون او ما كانت في حاله توازن, فهذه البكتيريا تلعب دور كبير في يعني ارتفاع هرمونات معينه احنا ما نبيها ترتفع وزياده الوزن. زي دكتوره ما ادري, انا عندي يعني تحليل خاص, يعني انا ماني طبيب ولا ابي افتي, بس يعني بعض العناصر اللي مسوي التكميم مثلا ياكلها او يشربها لها دور كبير جدا, غير طبعا يعني والله الدهنيات ما دهنيات انا ما افهم في التفاصيل هذه, ولكن المشروبات الغازيه, لان هي اللي اعرفه واللي درسناه ان المعده عباره عن عضله, صحيح؟ فقابله للتمدد مره ثانيه, صح؟ صحيح. انزين ليش الشحوب اللي نشوفها والهزال اللي نشوفهم فيه ويوهم صارت تتشابه اصلا, يعني كلهم مسوين عمليات تجميل كلهم, مو مسوين تكميم؟ صحيح صحيح. انزين احنا يصير عندنا كميه الغذاء تصير وايد قليله, فاحنا دائما نحرص ان المريض الكميه القليله هذه تكون فيها الاستفاده الكبيره, بحيث انه يصير عندنا يعني ماكسيمم امتصاص من المعادن والفيتامينات المطلوبة. يصير عندنا احتمالية في نقص بالفيتامينات وفي الكالسيوم. أعطيك مثال, مثلا فيتامين بي 12 ممكن ينزل وايد, فيتامين بي 6 ممكن ينزل, فيتامين دي بي 12 اللي خاص بالذاكرة, عدل؟ بي 12 يعني خاص في وايد, في انقسامات الخلية وفي كل خلية في الجسم, وبعد بالإضافة إلى الذاكرة, وايد مهم, عشان كذي تلقون الشحوب هذا. وفي مرضى ما يتبعون التعليمات, لازم المريض ياخذ غذاء عالي بالبروتينات, احنا نسميه نظام البروتينات. هذا النظام يحافظ, الدراسات تثبت انه يحافظ على الوزن ونزول الوزن وثبات الوزن بعدين. فاحنا ومخزون العضلات, عشان كذي دائما تشوفونهم هزيلين, صح؟ او مثل ما حضرتك يعني ذكرت ان الوجه يكون شاحب, هذا فنقص الفيتامينات والمعادن ونقص في البروتينات. عشان كذي احنا نعطي دائما ونوصف حق المرضى نظام غذائي خاص قبل التكميم وبعد التكميم. ذكرتي قبل التكميم, وهذا انا اللي يعني بوجه سؤالي ليش دكتوره وفاء, في ناس قبل التكميم يعني سلمان يزيدون اكل على ابو مثل احنا شلون الاحد رجيم, فاحنا طول الويكند قاعد ناكل لان خش التموين. ففي ناس يقول قبل التكميم لا انا اكل, مو شرط اتبع نظام غذائي, وبعدين يعني بعد العمليه انا خلاص اتبع نظام غذائي سليم بما يخص العمليه. لازم يكون في نظام يعني تهيئون الجسم قبل العمليه وبعد العمليه, في نظام معين؟ نعم طبعا هذا الكلام صحيح, احنا عندنا نظام غذائي خاص نبدي فيه مع المرضى من اسبوعين الى ست اسابيع دائما نقول, اي يعني تقريبا الافرج شهر. هذا يسمونه نظام عالي البروتينات وقليل السعرات الحراريه. هذا النظام يهيئ الجسم إلى العملية مثل ما ذكرتي, والدراسات تثبت أن هذا النظام يساعد المريض ما بعد العملية في عملية الانتعاش وتقليل نسبة المضاعفات بعد العملية, ويهيئ الجسم إلى مرحلة الثبات بعدين فيثبت الوزن. هذه الشغلة. الشغلة الثانية, إحنا هدفنا تقليص حجم الكبد. إذا الكبد كان متضخم, ومعظم حالات السمنة عندهم الكبد متضخم وفي عليه نسبة شحوم دهني يكون, إذا كان الحجم حجم الكبد كبير جدا الجراح يلاقي صعوبة في استئصال المعدة, فيقول ممكن في بعض الحالات صارت أنه يدخل مثلا في المنظار, هي عملية منظار, أعطيكم على سبيل المثال التكميم, يدخل بالمنظار
يبي يستأصل 80% من حجم المعدة ما يقدر. ليش؟ لأن الكبد كبير جدا مو قادر الجراح يوصل له، ممكن يطلع المنظار ويقول له بليز ارجع مرة ثانية لطبيب التغذية ونزل وزنك وسوي نظام تقليص الكبد عشان أقدر أسوي لك العملية. فبالتالي إحنا نحط يعني احتمالية فشل العملية كذي. دكتورة يعني آخر سؤال على السريع كذي، بودي حتى لو نخرع الناس شوية من العملية علشان الناس بس يعني ما تسويها بعجالة كذي. بعد العملية في مجموعة أبر يأخذها المريض تخص الجلطات عدل؟ أي طبعاً، هذه عشان يعني في مرضى معينين تكون ممكن تصير فيهم مضاعفات. واحدة من المضاعفات مثل ما ذكرتها الجلطات. ففي يعني مرضى معينين طبة الجراح بالذات تصرف لهم هذا النوع من الإبر عشان بس إن احتمالية الجلطات تكون أقل. احنا ما نقول لا تسوون هذه العمليات إذا كنتوا بحاجة لها، سووها ولكن راعوا إن أنتوا نفس ما زرتوا الطبيب وحاولتوا تتوسلون انه هو يسوي لكم العمليه، هم بعد توسلون انه يتابع معاكم من ناحيه التغذيه والاهتمام بالصحه والرياضه وغيرها من هذه الاشياء. مثل ما قلت سلمان، هي مو موضوع انه هبه انا بسوي عمليه تكميم وخلاص والسلام، لكن انت لازم تكون دارس العمليه، قاري ورايح للمختص وزاير الدكتور اكثر من مره، وتعرف انه في شيء ما قبل العمليه واثناء العمليه وبعد العمليه. المفروض يعني. المفروض يعني، فنتمنى ان شاء الله هذا الوعي نشوفه من الناس، انه كلنا اكيد بتكون اجسامنا مرتبه وحلوه تكون صحة، لكن هم لازم ما نشيل من بالنا ولا نجازف. اي والله يعني الصحه اهم شيء بصراحه، والاكل حلو، انا مع الاكل. كل شكر لك دكتوره وفاء شعبان، ممارس عام ورئيسه عياده التغذيه الطبيه في وزاره الصحه، نورتي الاستديو. شكرا. يا اهلا ومرحبا. مشكورين. شكرا. حياه الله. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع مره ثانيه.